كان عندي السكر والضغط مزمن، وكنت بتعالج منهم برضو، بس كنت مهملة شوية، انشغلت في تربية ولادي وكده. فجيت كشفت عند دكتور حبيبنا أو في الجامعة، فقال لي انت احتمال يكون عندك عشبكية فيه رشح. فالتجأت بقى للطرق الكويسة، فدليني قال التأمين أحسن حاجة تروحي لها عشان هو هيصبر عليك على علاجك. لقيت هنا بصراحة رعاية ما شاء الله، رعاية كويسة جدا من الطاقم، من التمريض للأساتذة الكبار، ناس بيعاملونا كويس ومهدين نفسيتنا خالص داخل العمليات. تحس ان الدكتور اللي بيحقن لي انا والدته، وطبطب عليا وفهمني انا بعمل لك ايه. الحمد لله هنا حاجة كويسة وما فيش اي عطلة ولا اي حاجة. انا اول مرة هحقن في عيني، والحمد لله رب العالمين كل حاجة مسهلة. قوائم الانتظار بصراحة الناس تعبت جدا، فكل ما يبقى القوائم في عجلة في القوائم وبتاع، وتقديم للمدة وتقديم لميعاد العمليات، ده كويس جدا، وهي مبادرة جميلة، هي جميلة جدا يعني، وهتفيد ناس كتير جدا من اللي هم مستنين ومش عارفين يعملوا اي حاجة ولا عارفين يقعدوا. والله الدنيا تمام الحمد لله، والاول كان صعب لكن دلوقتي الحمد لله الفترة قليلة خالص بسيطة، والاجراءات تمام الحمد لله، مش مخدتش وقت برضو كتير يعني، ما غبناش في توضيب الورق وكده والحمد لله. ممتازة دي، احنا كشفنا عن الفيروس السي والكلام ده كله كشفنا عنه، يعني جانا لجنة لغايه عندنا هناك في شمال سين وكشفنا، ممتازه والله ميمي، ونشكر الرئيس على الكلام ده. يعني هي مبادره بصراحه جميله وحلوه، والحمد لله يعني احنا اكتشفنا الموضوع بدري وخلصنا وعملنا العمليه والحمد لله، وبناخد الكيمو بتاعنا، وهنا في المستشفى برده بصراحه يعني حلوه، بيستقبلونا حلو وبيعملونا برده معامله حلوه والحمد لله. احنا بنشكر السيد الرئيس على المبادره اللي هو عاملها مع الشعب، وبيبص لهم باهتمام، وهنا المبادره يعني كويسه وفي اهتمام في المستشفى بالمرضى، ويعني الرعايه كويسه.